الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تحرمنا بيوتك، وألا ترينا غلقها مرة أخرى، وألا تكتب ذلك علينا. وأسألك يا ربنا أن تعجل لنا برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم عن جند مصر: إنهم خير أجناد الأرض، وإنهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سجل التاريخ، بل سجل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، عن أهل مصر أنهم أهل جود وكرم وعطاء وسخاء، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في شأن سيدنا يوسف عليه السلام: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. ولما جاء إخوة يوسف عليه السلام، عندما نزلت بهم شدة وفاقة وجاءوا إلى أرض مصر يطلبون الميرة والعطاء، جاءوا إلى سيدنا يوسف عليه السلام وهو على خزائن مصر التي سماها القرآن الكريم خزائن الأرض، فقال لهم سيدنا يوسف عليه السلام كما حكى القرآن الكريم على لسانه: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ويحكي العلماء والمؤرخون أنه مضت على مصر أزمان عديدة وآماد طويلة، لم يكن فيها ولا على أرضها من أهلها ولا المقيمين بها ولا الوافدين إليها جائع ولا محروم، لكثرة خيراتها وكثرة أوقافها وكثرة محسنيها. فمصر بلد الأمن والأمان، وستظل بإذن الله تعالى، وبلد الخير والعطاء، وستظل بإذن الله تعالى، وجندها خير أجناد الأرض، وسيظلون إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى
وبما أخبى عنهم به الصادق المعصوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيش مصر كما وصفه سيادة الرئيس جيش رشيد يحمي ولا يبغي، لا يجور ولا يظلم ولا يعتدي، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين، نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها. فجيش مصر العظيم هو ابن هذا الشعب العظيم، ليس به ولا فيه مرتزقة ولا ميليشيات، إنما هو جيش من لحمة هذا الشعب. ولذا فإن خلف هذا الجيش 100 مليون مصري هم خطوط إمداد لهذا الجيش، لسان حالهم وحال جيشهم يقول: الشجاع يموت مرة واحدة، والجبان يموت 1000 مرة، وليس بين أبناء مصر جبان واحد، فكلهم في سبيل هذا الوطن العزيز أسود غائرة، والتاريخ خير شاهد. وهذا ما سجله التاريخ وسجله أدباؤنا وشعراؤنا وكتابنا. وهذا أحمد شوقي يقول: لنا وطن، لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن، وطن عزيز، لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا. ولسنا وحدنا، بل أبناؤنا من بعدنا نقوم على الحماية ما حيينا، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا: وفيك نموت مصر، مصر وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. ويقول الشاعر أحمد محرم: من يسعد الأوطان غير بنيها، ليس المرتزقة، فجيوش المرتزقة وكتائب المرتزقة لا تحمي بلدا ولا تحمي وطنا، ومآلها إلى الفرار. ليس المرتزقة ولا المحتلون هم من يحمون البلاد، ليس المرتزقة ولا المحتلون هم من يحمون البلاد أو يسعدونها، بل هم من يسلمونها إلى الهاوية وإلى الخراب والدمار. من يسعد الأوطان غير بنيها وينيلها الآمال غير زويها، ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها. يا آل مصر، يا آل مصر، وما يؤدي حقها إلا فتى، يكفي الذي يعنيها، هي أمكم، هي أمكم، لا كان من أبنائها، لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يرضيها، هي أمكم، لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يرضيها، وهبتكم الخير الجزيل، فهل فتن منكم بحسن صنيعها يجزيها. نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم، وأن يكون ممن يردون جميلها ويقفون
للدفاع عنها ويعملون على رقيها ونهضتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. بإذن الله تعالى اتخذت الدولة المصرية قرارا عظيما بفتح المساجد للصلوات الخمس ابتداء من فجر غد السبت بإذن الله تعالى. وهنا نوجه بعض التوجيهات أو النصائح لكل مسلم، لكل مؤمن، لكل موحد يقصد دار من دور العبادة. كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق. إن من الناس مفاتيح للخير فكن منهم، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم. كيف تكون مفتاحا للخير؟ إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، من أن تتوضأ في بيتك، وأن ترتدي الكمامة، وأن تصطحب أو تأتي بمصلاك الشخصي الخاص بك، وأن تراعي علامات التباعد الموجودة وأن تلتزم بها. فإن امتلأ المسجد آثرت غيرك، وألا يأتي إلى المسجد مريض يمكن أن ينقل العدوى إلى الآخرين، وألا نتزاحم لا عند الدخول ولا عند الخروج فيخرج آخر الصفوف بهدوء وانتظام، وأن نتجنب المصافحة والمعانقة. فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح، أعنتنا بعد ذلك على سرعة رفع تعليق الجمعة، وعلى سرعة رفع تعليق صلاة الجنائز، وكنت سببا من أسباب فتح بيوت الله. فإن لم تلتزم بهذه الإجراءات الوقائية، نسأل الله ألا يجعل أحدا من السامعين ولا المشاهدين ولا المصريين سببا في غلق بيت من بيوت الله عز وجل. فأصعب شيء أن يعود أحد إلى الغلق، فلا تكن سببا بعدم التزامك. وأشد على يد جميع العاملين بالأوقاف، أحيي جهودهم وأطلب منهم بذل المزيد من الجهد، وأن نبذل أقصى الطاقة والوسع في النظافة والتعقيم والتنظيم والحكمة والموعظة الحسنة، حتى نعزى إلى الله من أنفسنا، وحتى تظل بيوت الله العامرة مفتوحة للراكعين والساجدين. نسأل الله العلي العظيم ألا يحرمنا بيوته. اللهم لا تحرمنا بيوتك ولا فضل بيوتك. اللهم لا تعينا غلق بيوتك طارة أخرى، وألا تكتب ذلك علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها وقائدها رئيسها وجيشها وشرطتها وأمنها وأمانها إلى يوم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر ورئيسها قائدها وجيشها وشرطتها، واحفظ جميع أبنائها بحفظك ومددك يا رب العالمين. يا من قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، نسألك أن تجعلها أمنا وأمانا إلى يوم الدين، واجعل رزق أهلها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بسوء فردد كيده في نحره، اللهم من أراد مصر بسوء فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه إلى له، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.